السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي كل وقت وحين. إن شاء الله النهاردة أنا عندي قطعة أرض في اللي أنا كنت شغال فيها في المسجد اللي إحنا بنعمل فيها ترميمات، محتاج إن أنا أشغل الحداد. فأنا لسه رفعت مقاساتها عشان معيش لوح معمارية، فرفعت مقاساتها وهرسم له أنا محتاج أعمل السقف إزاي. أول حاجة أنا باخد منتصف الورقة، وبعد كده أنا بعد ما رفعت مقاسات الأرض لقيتها 20 في 20، فهاخد 10 يمين و10 شمال، وهنا برضو 10 يمين و10 شمال، وابدا ارسم له قطعه الارض عشان احدد له عليها الشغل اللي انا عايزه منه. كده اديني عملت مربع 20 في 20. كده دي الحدود بتاعتي، كده ده 20 متر وده 20 متر. طيب انا عندي هنا في دايره في النص عباره عن قبه. طيب ال 20 ديت لو قسمناها على الثلاثه فيها حوالي 6 سم ونص. طيب هناخد احنا هنا كده ادي 6 ونص، وهنا 6 ونص و6 ونص، اللي كده 12 يبقى 13، هيبقى الاخيره دي 7، يعني نخليها هنا ماشي دي 7. تمام، يبقى عندي هنا اهوت 6 ونص، اهي 6 ونص، وادي ايه ال 13. اعمل خط خفيف من النقطه دي للنقطه دي لان هحتاجه دلوقتي وانا برسم له المخده اللي هنا، وادي من ديت برضه ديت خط خفيف عشان لما اجي اعمل المخده اللي هنا. انا كده هجيب الدايره اللي في النص اللي انا محتاج ان انا احددها، برضه هنا اهوت هاخد من ديت ال 6 ونص اهو، وادي 13، اجي هنا برضه اخد 6 ونص، وادي ال 13، برضه اوصلهم بخطوط خفيفه اسمها خط عمل اهو، وادي الستة ونص، بكده انا اقدر احدد الدايرة اللي في النص، اقدر اعملها عشان ديت هتحدد لي الشكل بتاع القبة، ممكن عشان ما اغلطش فيها واعملها صح، اعمل الخط ده كده والخط ده كده يجيب لي المنتصف بتاع الدايره. كده انا هعمل الدايره اللي في النص بتاعت القبه. ادي الدايره بتاعتي. بس مش محتاج منها اكتر من هي كده، يكون شكلها واضح. بكده ابدا احدد له المخدات اللي انا هعملها. اول حاجه عندي هنا في الجنب ده هبدا من هنا كده اعمل مخده. طبعا المخدات لما اجي اعملها ده شغل على الشغل اللي موجود، وفي حاجه اسمها نقط لما اعملها له كده منقطه يعرف ان انا ايه في شغل انا بعمله في النقطه دي، لكن مش لازم اعملها له خطوط. تمام، المخده بتاعتي هعملها له على شكل اهي، على شكل 1 سم. تمام، طبعا المخدة بتاعتنا احنا هنعملها 40، ممكن تبقى 40 50 على حسب ما احنا ايه هنحدد. كده انا رسمت له المخدة الاولى، هكمل باقي التلات مخدات وارجع لكم تاني مع بعضينه. تمام كده انا حددت المخدات الخارجية، ادي مخدة، ادي 2، ادي 3، ادي 4. هنرسم مع بعضينا المخدات الداخليه. هاجي عند حدود الدايره ديت كده اهوت، والخط ده كده هيبقى حدود مخده ثانيه اهو، برده نقطه معانا عشان كده انا كنت عامله خط عمل خفيف. يبقى كده انا ايه حددت المكان بتاع المخدات، برده اخد سنتي، ودي كده المخده الثانيه. تمام، هاجي برضو على حدود الدايرة من الجنب ده واعمل مخدة. يبقى كده انا ايه عملت المخدات بتاعتي في جناب، وهاجي هنا في المنتصف هاخد مخدتين في الخط الطولي وهاخد مخدتين في الخط العرضي. مخدة يا جماعة عشان في ناس ممكن تقولك يعني ايه كلمة مخدة، مخدة اللي هي كمرة مقلوبة، الكمرة المقلوبة اللي احنا بنشتغل بيها وبنسقطها في شغلنا هنا بنعملها، فبنسميها مخدة عشان بتبقى مقلوبة. كده احنا حددنا، لو هنلاحظ معانا ان احنا عملنا مخدات في الدايرة بيدور، وعملنا مخدة 2 طولي و2 عرضي في المنتصف حوالين الدايرة،
وهنعرف دلوقتي طريقة التسليح بتاعة الشغل ده هتكون عاملة ازاي. نعمل برضو المخدة دي، كده احنا خلصنا المخدات. هنكتب دلوقتي عليها التفصيل بتاعها برضو هيكون ايه. المخدات ديت عبارة عن المخدة عبارة عن 6 × 12، تمام؟ دي كده المخدات. بالنسبة للكنات بتاعتها هتبقى 5 ماشي في المتر، 5 كنات. ده كده ايه بالنسبة للمخدات. بالنسبة للتسليح، عندي هنا التسليح بتاعي هيبقى عبارة عن فرش وغطا. عندي الفرش والغطا هشتغله ازاي؟ هشتغل هنا 5 × 12، ده في الفرش، تمام؟ بعد كده هيبقى عندي 5 × 10 في الغطا. طيب عندي في حاجات تانية ناقصة؟ انا هاجي هنا هعمل 2 فطورة، هعمل كده 2 فطورة في الجناب. طب الفطورتين دول هيكونوا كام بقى؟ الفطورتين دول برضو هيكونوا 2 × 12، تمام؟ برضو بالتالي الفطورتين دول هعملهم في الاربع اتجاهات كلهم. يبقى كده انا معايا تسليح السقف هيكون 5 × 12 في السفلي، 5 × 10 في العلوي. عندي هنا المشاطيف اللي في الدائرة اللي حوالين الدائرة كلها هتكون سيخين 2 × 12، تمام؟ وهيكون الملي بتاع المخدات 5 في المتر في الكنات و6 × 12 في المخدة. طب دي تفصيلتها هيكون ازاي؟ التفصيلة بتاعتها ادي المخدة بتاعتي ايه؟ مكان ادي سيخ، ادي 2، ادي 3، ده العلوي، والسفلي برضو 3. بكده انا حددت المخدة هتبقى نظام تسليحها ازاي، وحددت تسليح المخدات والمشاطيف بتاعة الدايرة في النص. وبكده انا عملت مخدات طولية ومخدات عرضية وامنت السقف بتاعي، تمام؟ طبعا الكنة ديت هتكون ارتفاعها 8 سنتي، وهيكون عرضها 45، تمام؟ عشان ما اجي اصب خرسانه اصب 12 او 13 سم ارتفاع، واعمل العرض بتاعها يكون في حدود ال 50. يا رب نكون وصلنا معلومه لحضراتكم. وبكده احنا سلحنا السقف، ده كان سقف هيتعمل فوق سقف، تمام؟ جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.